اوكي خلينا نكمل. حكينا التروفوبلاست. التروفوبلاست هي الاوتر، هاي الاوتر سيلماس. التروفوبلاست اللي من جهة البول اللي بيبدأ فيها عملية الانغراس، اللي من هون راح تتميز لتو لايرز، انر لايرز واوتر لايرز. الانر لايرز سمينا سايتوتروفوبلاست، والاوتر لايرز سمينا سايتوتروفوبلاست. حكينا ان السيتوتروفوبلاست هي خلايا عادية، اوكي، بتقدر انها ديفيجن باي مايتوسيس، اوكي. اما بالنسبة للاوتر اوتر لايرز هي خلايا بتحسيها زي السائلة، ما لهاش حدود ومالتي نيوكلياس، اوكي. اوكي، وهي حكينا كثير مقتحمة، يعني سريعة الانتشار بشكل كبير جدا، اكثر من خلايا سرطانية، وانها بتعمل على تآكل طبقة الرحم ايروديوز ذا اندوميتريوم، وانها دراو ذا بلاستو توارد ذا يوتيرن وول، انها بتعمل على تآكل الرحم وجذبها لجدار الرحم، يعني بتنزلها، يعني بتنزلها، اوكي، توارد تجذبها لتحت، وإنها سريعة الانتشار. شوف كيف، يعني هي تميزت من هون وبلشت تنتشر هيك. ثواني أوضح أكثر. أوكي، يعني صح هي تميزت هون، بس تميزت هاي الطبقة بعدين بتصير تحاوط، يعني مش اللي هاي الطبقة بتاعت التروفوبلاست خلاص ما بيحصل لها تميز زي الطبقة زي التروفوبلاست بهاي الجهة، بس جهة الانغراس هي اللي بيحدث لها تميز. بس كيف انها بتصل بتغطي كل البلاستو سايت؟ عن طريق انها سريعة الاقتحام، يعني صح تميزت وبلشت تنتشر حواليها، وبلشت تنتشر تنتشر تنتشر. وبرضو كمان مش بس السايتو ايش سينسيتيو، اوكي، مش بس السينسيتيو هي اللي بتنتشر، وكمان برضو لونه احمر حكينا، اوكي، وكمان برضو السايتوتروفوبلاست بتبلش تنتشر، هي بتبلش تنتشر كمان زي هيك، اوكي، هي بلشت تنتشر. ايش كله هاي التميز من هاي الجهة، هاي الجهة ما صار لها اشي، اوكي، ما تميزت. يحكي لك هون، هي هون موضحة بشكل حلو، بس انه بدكم تصبروا شوي، لانه يا اما بتسرعوا الفيديو يا اما بتمشوا معي شوي شوي لحتى نقدر انه نصل على استيعاب او اشي زي هيك. هاي هي من جهة البول صار لها صار لها انغراس بجدار الرحم، بلشت من التروفوبلاست اللي من هاي الجهة تتميز لتو لايرز، هاي صارت بتحسوها هون صارت دارك اكثر، يعني شوفوا هون يعني دارك اكثر من هاي اللون، فيعني انها تميزت للسايتوتروفوبلاست، يعني هي سايتوتروفوبلاست، وهاي هون سايتوتروفوبلاست. هاي السايتوتروفوبلاست هي بلشت تنتشر، وهاي سينسيتيو كمان بلشت تنتشر، تقتحم جدار الرحم بشكل مش طبيعي لحتى تغطي كل البلاستوسايد داخل الرحم، تمام. فهم بحكي لك السايتوتروفوبلاست اللي هي هاي لونها شوي دارك، يعني من البينك اللي موجود هون. اوكي، بحكي لك هون come in contact with uterine wall and division as usual unit blastocyte complete building. بحكي لكم بتظلها تنقسم بشكل طبيعي زي اي خلية ثانية لحتى تنغرس كلها جوا الرحم، تمام. بعدين become completely surrounded by syncytial. بحكي لك بعد ما تنتشر هاي وتغطي كل البلاستوسايت، السينسيتيوتروفوبلاست برضو بتحاوط الخلايا يعني هي الطبقة الأولى، إيش الطبقة الأولى السايتو، والأوتر شو هي السينسيتيو، تمام. فبعد ما البلاستوسايت
تتحاوط بالسيتوتروفوبلاست ترجع تحاوطها ايش السينسيتوتروفوبلاست. اوكي اوكي بلاستوسايت ان سايت امبليتيشن فروم سبولينج ان يوترس مول كفر باي ميوكاس بلوك which later become covering by endometrium. بيحكي لك اوكي بيحكي لك مكان الانغراس هون بعد ما تنغرس كل اشي هون بصير زي البلوك تمام زي الصمام زي ايش بدي احكي لك الغطاء اللي بغطي الحفرة. بتعرفوا قدام الاصبع لما ينجرح صح الخثرة اللي بتغطي تقريبا نفس الاشي هون في خثرة او صمام او اشي بغطي مكان الحفرة يعني زي البلاستر خلينا نحكي اللي بغطي مكان الثقب اللي بجدار الرحم بعد فترة لحاله كله بيتغطى بالجدار كامل بس هاي خلينا نحكي انها مؤقتة اسمها ميوكس بلوك تمام ميوكس بلوك هي عبارة عن صمام مؤقت ايش هذا ايش هاللون هذا اوكي عبارة عن صمام مؤقت بيكون مغطي الثقب اللي بجدار الرحم لحتى بعدين يتغطى بالاندوميتريوم عادي تمام بيحكي لك هون معلومة حلوة شوي انه نوت بوك يعني قصده نوت بوك ملاحظة اوكي هلا السينسيتوتروفوبلاست سيكريت هيومن كرونيك جونادوتروبسين ويتش اوكي جونادوتروبسين هي عبارة عن افرازات هاي الافرازات من وين جاية من السينسيتوتروفوبلاست هاي الافرازات ايش فائدتها هاي اشياء كلينيكال خلينا نحكي معلومات كلينيكال وحلوة يمكن مطلوبة والله ما بعرف بيحكوا لكم هون انه السينسيتوتروفوبلاست سيكريش هيومن كرونيك جونادوتروبسين هي عبارة عن افرازات تفرزها هاي الخلايا اللي حكينا عنها هاي السينسيتو ايش السينسيتو هي الخلايا اللي متعددة النواة اللي سريعة الاقتحام اللي بدون زي السائل اللي بدون حدود هاي السينسيتو بتعمل على افراز اشياءات ايش هاي الاشياء جونادو تروفينز جونادو تروفينز اوكي هاي الجونادو تروفينز ايش بتعمل ريجنسي تيست ديتكتد ذا ماتيريال يورين اوكي 2 ويك افتر ذا ميسيد يوتيرس سايكل بيحكي لك بعد غياب الدوره بشهرين اوكي لا بعد غياب الدوره مثلا خلينا نحكي انه الدوره الشهريه موعدها 1/1 الشهر اوكي موعد نزول الدم 1/1 تاخرت ل 14/1 يعني تاخرت 2 ويك تمام وقتها بنعمل فحص هذا الفحص بول اوكي فحص بول نقدر نحدد فيه اذا كانت حامل او لا عن طريق شو عن طريق البول متى بعد باسبوعين لغياب الدورة الشهرية العادية اوكي طيب هذا الفحص عشو بيعتمد على الافرازات الجونادوتروبسين اللي بتفرز السينسيتوتروفوبلاست الجونادوتروبسين اللي مفروزة من السينسيتوتروفوبلاست اللي نقدر عن طريق نشخصها عن طريق اليورين بعد 2 ويك من غياب الدورة الشهرية يعني بعد ما تغيب الدورة الشهرية بأسبوعين 2 ويكس ايش راح يصير راح عن طريق اليورين اللي موجود راح يكون في يعني راح نشوف هذا اليورين موجود فيه هاي الافرازات الجونادوتروبسين او لا وقتها بنحدد انه هي حامل او لا تمام عن طريق الافرازات اللي بتفرز السينسيتوتروفوبلاست
واسمها جونادوتروبس ساينتروبس او عن طريق اليورال وتو ويك افتر سايكل. تمام تمام. هون بحكي لك الميكانيكال اوكي ميثودز اللي هو اللولب سبايرال IUDS اوكي. بحكي لك هون اللولب يمكن كلنا نسمعنا عنه. اللولب اللولب هي عبارة عن ميكانيكية يعني طرق منع حمل ميكانيكية. في طرق منع حمل هرمونية, في طرق منع حمل طبيعية زي الرضاعة الطبيعية. تمام. أو في هرمونية يعني تأخذ دواء منع حمل. في أشياء ميكانيكية يعني نستخدم أجهزة. فالجهاز المستعمل هون هو اللولب سبايرال. هذا اللولب إيش بيمنع؟ بيمنع انغراس البلاستوسايت وبيمنع كمان migration of the sperm. يعني بيمنع ان الحيوانات المنوية انها تدخل داخل تدخل للكافيتي حتى يصير لها انزراع حتى يصير يعني حتى تقدر تيجي للبويضة وتلقحها, بتمنعها تصل للبويضة. وكمان ايش بتمنع, واذا صار تلقيح يعني اذا هذا السبرم طلع قوي وخاوة بده يفوت يلقح البويضة, ايش بيعمل اللولب؟ بيعمل بيمنع ان هاي البويضة المخصبة انها تنزرع. يعني في حال صار تلقيح ممنوع يصير اصلا انزراع. فهاي الطرق الميكانيكية اللي بتمنع prevent migration of the sperm and bedding of the blastocyte in the endometrium. يا رب تكونوا فهمتوا.